جديد نرحب بكم أحبتنا أينما كنتم تتابعونا في بثنا المحلي لهذا اليوم. وللحديث عن أنظمة المعلومات يسرنا أن نستضيف الدكتور المهندس فادي تركاوي عميد كلية الهندسة المعلوماتية بالجامعة العربية الخاصة في حماة. يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيك العافية. بتشكر كثير أنسي حلا. أهلا وسهلا فيك. بداية ضيفي الكريم، ما هو تاريخ ونشأة أنظمة المعلومات والشبكة العنكبوتية؟ حقيقة بدأ ظهور خلينا نقول بشبكات الانترنت او شبكات الاتصالات المبنية اللي زودتنا بعدين بخدمات انترنت بخدمات ويب، حقيقة بدأت بمنتصف الستينات ونشأت حقيقة كان لهدف عسكري. اول تجربة ناجحة لنقل خدمة الانترنت او نسميه تبادل الرزم الحاسوبية كان انبثقت من خلال مشروع كان دايرته منظمة الدفاع الأمريكية داربا وحققوها أياما بنقل باكيتات أو خلينا نقول تبادل مسجز بين جامعتين، جامعة بيركلي وجامعة ستانفورد. بعدين تطور مع الزمن بالسبعينات بالثمانينات لحتى صار يقفز طبعا أنظمة الاتصالات أنظمة المعلومات بدأت تقفز قفزات هائلة حتى وصلنا للواقع الحالي. الحقيقة تأثر بكل مناحي الحياة بكل مناحي الحياة وظهر عنا يعني واقع جديد، ظهر عنا عالم جديد، ظهرت من خلاله شركات عملاقة الحقيقة هي عم تحكم العالم مثل شركات نسمع فيها مألوفة بالنسبة لنا شركات جوجل، شركة مايكروسوفت، شركة اي بي ام، شركة اوراكل. هاي الشركات اللي حقيقة اللي بنت أنظمته وبنت خلينا نقول اقتصاده على إيش؟ على أنظمة المعلومات وعلى الشبكات الموجودة حاليا. طبعا البحث اللي من خلاله تم إيجاد خلينا نقول شبكة الإنترنت كان هدفه العسكري. خلينا نحكي لما كان أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والأمريكان كان يبحثوا عن شبكة اتصالات في حال حدث مثلا هجوم نووي إنه الاتصال ما ينقطع. يعني الهدف يعني لو سويت مقارنة بسيطة بين أنظمة الهاتف المستخدمة حاليا موجودة بواقعنا الحالي وبين أنظمة الشبكات المستخدمة نحن من أجل نقل البيانات للربط مع الإنترنت، في فرق جوهري حقيقة أنه شبكات الهاتف تعتمد على المركزية. المقصود بالمركزية أنه يعني على سبيل المثال لو صار في عندي خلل بنقطة مركزية في شبكات الهاتف راح تنهار قطع الاتصال في كل شيء تماما. اما بالنسبه لشبكات الانترنت يعني صممت لهدف هو انه في حال صار عندي اي خلل ما راح افقد بشكل كامل خدمه النت او خدمه الانترنت. يعني على سبيل المثال الجمهوريه العربيه السوريه مربوطه حسب خبرتي حسب معلوماتي بثلاث نقاط اتصال. نقطه الاتصال بتصور مع الشمال، نقطه اتصال مع الجنوب مع الاردن، نقطه الكبل البحري. طبعا هذا الكبل البحري المظلوم اللي دوما بنتناقش انه نقول حقيقه نحلو انه هي التقنية ما مأمنة انه اتصال دائم. نحن وقت عم يصير انقطاع بالكبل البحري احيانا نلاحظ هذا الخلل فعم تبقى عندي خدمة الانترنت لكن عم يصير بطء حقيقة ملاحظ نحن كيوزر. ليش؟ لأنه بصفي في الضغط كان يعني خلينا نقول المسجز او الرسائل عم بعت انا من خلال ثلاث خطوط. تمام. وقت بيروح واحد بصفي ضغط على خطين يعني خطين. نعم. طلع في الخدمة لا شك هو حقيقة هي يعني بداية نشأة شبكات إيش الإنترنت اللي بتتميز عن شبكات الاتصالات الحالية موجودة إنه هدف بحيث إن صار عندي خلل في نقطة ما فما راح ينقطع ما تروح عندي الخدمة لأن تعتمد على اللا مركزية. لذلك أحيانا بيسموه خدمة الويب أو العنكبوت. لو طلعنا هيك بصورة مجسمة على العالم راح نلاقي إنه هي عبارة عن شبكة عنكبوتية متشعبة في كل العالم مكون من مزيج من راوترز من سويتشز من راوترات إلى آخره. هلا نحن يعني خلينا نقول نسمع كتير نت فضائي. قد ايه يعني خلانا انه نتجاوز العيوب الموجوده بالقبول سواء كان الكابل البحري او الكابل المتجه نحو الشمال او غيره، وموقع سوريا حاليا من الشبكه العنكبوتيه وين نحن؟ والله نحن حاليا بتصور في عندنا يعني ضعف بعدد نقاط الاتصال مع العالم الخارجي وبتصور ان السبب هو حظر من بعض بتعرف حظر من بعض بتعرفي يعني بعض الحظر المفروض على سوريا بالواقع الحالي الحرب الموجوده عندنا والازمه. اتصال فضائي هو عبارة عن جزء من منظومة خلينا نقول الإنترنت بشكل عام. طبعا منظومة الإنترنت أو منظومة الشبكة العالمية هي مبنية على مجموعة طرق اتصال من خلال كابلات الضوئية طبعا اللي سرعتها حقيقة هائلة جدا في نقل البيانات، الاتصالات الفضائية، الاتصالات السلكية، الاتصالات خلينا نقول مايكروية طبعا أول مقصود فيه النقل اللاسلكي. فالاعتماد حقيقة على النقل الفضائي في نوع من الكلفة، لذلك دوما يعني بيلحقوا الكلفة الأقل هي الكابلات البحرية. طبعا الكابلات بتستخدم إيش الألياف البصرية أو أحيانا بيستخدموا مثلا الكابلات طرق النقل على سبيل المثال السلكية. لكن الحقيقة يعني أقل يعني أفضل شيء
ناجعية اقتصادية هو موضوع إيش الكابلات الضوئية. لذلك حقيقة يعني توجه باتجاه مد كابلات ضوئية مع الدول الأخرى بحيث نحن نزيد عدد نقاط الاتصال ونخفف العبء حاليا مع ازدياد عدد اليوزر والمستخدمين عندنا. هلا عالميا يعني كأن الاتجاه اتجه باتجاه النت الفضائي، يعني انه بوابات الانترنت وغيرها هي اصبحت فيما مضى يعتمدون على تقنيات اكثر حداثة اليوم. كلامك سليم 100%. نحن في عندنا قانون، خلينا نقول بنظام المعلومات، هو قانون مور. قانون مور هو عبارة ما له قانون او نظرية، يعني قانون مور عبارة عن استقراء. يعني عالم عم يشتغل بأنظمة المعلومات قال انه انا كل 18 شهر في عندي تضاعف بايش؟ بالقدرة الحاسوبية. لاحظ دوما في كمبيوترات احدث، حتى مجال الجوالات لو نظرنا للجوال كحاسب يعني كل في عندي شيء جديد يعني. فاستقراءه اعطانا في يعني مثل نتيجة جميلة انه كل 18 شهر عم تزداد عندي القدرة الحاسوبية، واحد اثنين عم تزداد عندي سعة التخزين. لاحظي هلا حاليا انا بفلاشة واحدة، انا اشتغلت على الكمبيوترات بالتسعينات يعني وقت سيادة الرئيس بشار الاسد دخل لموضوع الجمعية من خلال الجمعية المعلوماتية السورية للمعلوماتية، خليني اقول يعني محو الامية للموضوع المعلوماتي يعني. فكنا اشتغلنا على اول اجهزة داخل الجمهورية العربية السورية. فحقيقة لا حاليا فلاشة واحدة تعادل كسعة تخزينية حجم يمكن خليني اقول لك 100,000 كمبيوتر. في تضاعف كثير كبير. فهلا حاليا نحن ماشيين باتجاه حقيقه بالمستقبل راح نلاقي نت فضائي بكلفه زهيده متوفر للكل. يعني انا هون الفكره انه بنشوف بدول اخرى الشخص بامكانه هو بالطريق هو باي مكان اخر انه يحصل على هي الخدمه وباسعار زهيده، يعني من خلال جواله انه بيدخل على الشبكه وبامكانه يحصل. يمكن نحن بعد شوي عندنا هذا الموضوع صعب الا اذا كان عن طريق خدمه الجوالات الخاصه بشركات الاتصال. ايه تمام. هلا حقيقه هلا الاتجاه مثل ما حكينا هلا انت قلتي نقطتين، هي خدمات الجي اس ام بنسميها، هي الخدمات اني انا مثلا اسحب انترنت من خلال شبكات الجوال الحاليه يعني. هي بنسميها خدمة جي اس ام. حقيقة هي كمان عم تساوي قفزات كثير نوعية، بدأت بالجيل الأول بالجيل الثاني بالجيل الثالث، ثلاثة ونص أول ما نزل عندنا بنسميه جيل ثلاثة ونص بنسميه جي بي آر اس أو الوحدات، تعرف اللي بالعامية بسموها الوحدات. بعدين ظهر عندي النظام الجيل الرابع خلينا نقول يو ام تي اس، يو ام تي اس اللي حاليا هذا بنسميه السيرف. حاليا بدول العالم عم يشتغلوا بالجيل الخامس، حقيقة سرعات هائلة جدا جدا. بتعرفي الخدمة أول ما بتطرح بالسوق بتنطرح بكلفة عالية، لكن مع الزمن بتوصل لسعر مقبول لكل الناس. إنه يعني ما بعرف لأنه بالمستقبل بصير إنه في خدمات أفضل فهي بتاخذ السعر الأعلى يعني تماما مثل سعر الجوالات على نفس لا شك نفس مبدأ الجوالات. هي صحيح أول ما بتنزل تقنية بصير كثير انفستمنت، يعني خلينا نقول صرف مبالغ كبيرة بتأسيس البنية التحتية. فالشركات تحاول إنه بسرعة تحاول إنه خلينا نقول هالمبالغ اندفعت بحيث إنه يعني بس يعني تحصل منها قسم يعني. بعدين مصفية مثل ما قلت لك يعني حق البنية التحتية أما فبالتالي الخدمة بينزل سعرها وبتصير توفر للناس كلياتها. ننتقل إلى مفهوم التجارة الإلكترونية، ماذا نقصد بهذا المفهوم؟ التجارة الإلكترونية قبل ما هيك حقيقة نفوت موضوع التجارة الإلكترونية خلينا نبقى سيك حكي مقدمة بسيطة عن أنظمة المعلومات. تفضل. أنظمة المعلومات طبعا خلال تاريخ البشرية مرينا بكذا ثورة، يعني ثورة المحراث، بعدين ثورة خلينا نقول اختراع الأبجدية الأحرف إلى آخره يعني. بعدين انتقلنا ل خلينا نقول الثورة الصناعية أو الثورة اللي ظهر من خلالها خلينا نقول الماشينز الآلات السيارات إلى آخره. بعدين ظهرت عندنا ثورة الاتصالات، وحاليا عندنا ثورة ايش تقنية المعلومات أو ثورة أنظمة المعلومات. حيث يعني أنظمة المعلومات تشعبت في كل مجالات الحياة مثل ما شايفين يعني. وطبعا شئنا أم أبينا بدأ يعني دخلت على حياتنا، هي حقيقة انه ببيوتنا ببنوكنا دوائرنا الحكومية بالمتاجر إلى آخره يعني لا نستطيع الاستغناء عنها حقيقة. هي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا حقيقة مزبوط. يعني الواقع عم يفرض علينا أكيد. هل ما بعرف أنا أحكي لك بالأرقام بعض الأمور، أنه يوميا عم ينخلق عنا 2.5 تريليون أو كوانتليون كلمة حاسوبية. يعني 2.5 بليون كلمة حاسوبية من خلال اما مثلا شخص في بنك ادخل مثلا معلومة بنكية هي بنسميها نحن ديتا او معلومة. شخص بعد بوست من خلال الفيسبوك، شخص مثلا بحث عن كلمة سيرش بالجوجل، علاقة تجارية بين شخصين، ارسال ايميل. هالبيانات كلها يوميا عم يخلق عندي مثل ما قلت لك شوي 2.5 كوانتليون كلمة حاسوبية. لاحظي الكم الهائل يعني. معلومة ثانية كمان حقيقة يعني معلومات وحقائق حاليا عم نشوفها بحياتنا حقيقة مرعبة. لسنة 2010 من بدء تاريخ البشرية سنة 2010 كمية البيانات أو المعلومات اللي بين إيدين البشرية خلينا نقول
تشكل 5% مقارنة مع المعلومات والبيانات اللي انولدت بهالخمس ست سنوات الأخيرة يعني. نعم. يعني هذا نوع الانفجار حقيقة لو شبهنا من 5% خلال يعني 7000 سنة إلى خلال ست سنوات 95%. اليوم يعني أصبح الطفل فينا نقول إنه هو عم يشتغل على الإنترنت، فهو عم بدخل معلومة بشكل أو بآخر، سواء ابني أو إذا عندك أولاد ابنك أو أي يعني طفل حقيقة هو أصبح عم يشتغل على الإنترنت وعم بدخل معلومات بشكل أو بآخر ربما تكون غير منطقية، ولكن هي هي بيانات. مجال التجارة الإلكترونية ما هو مفهومه؟ مجال التجارة الإلكترونية طبعا مع ما قدمنا نحن حقيقة انه كيف مفرض علينا واقع جديد وحياة جديدة طبعا. نعم. كمان أنظمة المعلومات تأثرت تأثير إيجابي كتير على موضوع ايش اسمه التجارة الإلكترونية. نعم. طبعا موضوع التجارة الإلكترونية هو عبارة عن خلينا نقول سيكتور من شغل اسمه الإي بزنس أو الأعمال الإلكترونية. نعم. طبعا الأعمال الإلكترونية مثل ما حكينا انه أنظمة المعلومات بدأت تتشعب تدخل بكل المجالات الحياتية، كمان دخلت ايش بعالم الأعمال. حقيقة هو هذا يعني أنا بتصوري أكبر القطاعات اللي أثرت فيها إيجابا خلينا نقول أو تغيير لأن باتجاه تاني هي أنظمة المعلومات أثرت بإيش بالمجال الاقتصادي. نعم. بالمجال الاقتصادي بتعرف نحن خلينا لو بدينا نحن حكينا عن التجارة التقليدية، نحن التجارة التقليدية يعني كنا مسميها أو بيطلق عليها تجارة البناء أو البلوك والسقف يعني المتجر اللي بنسميه المتجر الفيزيائي. نعم. أنا متجر فيزيائي فوت عين السلعة شوفها اقتنع فيها فبتدفع سعرها بشكل مالي مثلا. نعم. نقد بشكل نقدي مباشر بشكل نقدي مباشر بالضبط فيس تو فيس وأخذ السلعة. حاليا العالم كله ماشي باتجاه شغلة اسمها ايش الاي بزنس او ايش التجارة الالكتروني. الالكترونية. نعم. طبعا انا راح يعني انقل من خلال تجربة المانيا خلال دراستي البي اتش دي او دكتوراه بالمانيا راح انقل ولو تجربة بسيطة كيف انه الحياة هنيك صفت معتمدة بشكل عامل او خلينا نقول الدول اللي انظمة المعلومات عم تطبق فيها يعني بشكل كبير يعني كيف انه السلع صارت كلها او منظومات التجارية كبيرة عمليات البيع والشراء حولت البزنس والعمل كله ايش لحتى يصير ايش اونلاين. نعم. لحتى يصير كله ايش اونلاين. فالتجارة الالكترونية هي عبارة عن خلينا نقدر نعرفها كهي بيع شراء تبادل خدمات تبادل سلع من خلال ايش الانترنت طبعا. نعم. في كذا شق لو ممكن مثلا على سبيل المثال التجارة الالكترونية في الى كذا جانب مرتبط معاها. نعم. الجوانب المرتبطة مع التجارة الالكترونية هي خدمة إيصال السلعة يعني أنا لو اشتريت سلعة أونلاين بيهمني كمان أنه يصير دليفري أو إيصال إلي يعني بحيث بشكل سريع أو من خلال حتى خدمة مؤتمتة بخدمة إلكترونية يعني. في كمان جانب ثالث كمان أساسي مرتبط بموضوع التجارة الإلكترونية هي الدفع والنقد الإلكتروني. يعني على سبيل المثال أنا المسوي مثلا اشتريت سلعة إلكترونية بيهمني خلال عملية الشراء اختار أي شركة بدي تجيب لي إياها. نعم. فالشركة تعرف أنه بدي تجيب السلعة إلي. نعم. لعنواني من المكان الفلاني. الخطوة الثالثة هي اني عملية الدفع ما في داعي انا يعني طبعا طرق الدفع المتوفرة حاليا اني مثلا استلم السلعة من شركة الاهلي او شركة القنوطية. نعم. طبعا شركات الموصل حاليا في المجال الايصال عندنا او دليفري يعني ضد الدفع كنحنا بنسميه هنيك. لا حقيقة بالتجارة الالكترونية انا بمشي بخطوة اخترت السلعة حطيتها بسلة المشتريات اخترت الشركة بتوصل ليها انتقلت للخطوة الثالثة هي ايش خدمة الدفع الالكتروني. بدأت عندنا حاليا من الجمهورية العربية السورية حقيقة بعض الشركات ترخص بموضوع الدفع الالكتروني فترة في استاذ مصلى مصلعي كان وياه هيك بحوار يعني قال لي في خمس شركات بدأت بترخيص الدفع الالكتروني. طبعا الدفع الالكتروني خدمة الدفع طبعا متوفرة من فترة طويلة بالدول الثانية على سبيل المثال في عندنا مشهور بالنسبة بطاقة دفع فيزا أو ماستر كارد طبعا. نعم. هدول حتى يعتبروا يعني صفوا من الماضي. في شركات كتير نزلت على الساحة خلينا نقول مثل مثلا جوجل تشيك أوت أو جوجل وولت أو خلينا نسميه خدمة البيبول. نعم. يعني أنا عندي رصيد عندهم أنا موضع أو دعك عندهم مبلغ فيزيائي فصفي في لي رصيد عندهم. هاي الشركة بتضمن للبائع وللمشتري إيصال مبلغ نقدي من حساب لحساب إيش خلينا نقول التاجر. نعم. أو المزود للخدمة يعني فبسهل حقيقة عملية النقل المصاري أو ترانسفير أوف ذا ماني من شركة إلى شركة تانية. من وجهة نظرك أنت كدكتور ومختص بهذا المجال وكنت بمجتمع ربما يتعامل بهذه الخدمة المقاومات البنية التحتية الموجودة عندنا بسوريا خلينا نقول أو نسميها ما بين قوسين بنية تحتية هل هي متوفرة لإنجاح هذا النوع من العمليات؟ حقيقة أنا يعني حسب استقرائي التطور اللي عم يصير عندنا هون بهالمجال تحديدا في قفزات نوعيه هائله حقيقه يعني. نعم. نحن هلا حاليا بيقع على عاتق الحكومه تامين البنيه التحتيه هنا. اللي اللي من خلاله ممكن شبابنا حقيقه يستثمر او يدخل بهذا العمل
نعم. في كثير تجارب ناجحه اذا استثمر تطور. هلا حاليا نعرف اول شيء توفر البنيه التحتيه، صار في عندنا خدمه نقل للانترنت مقبوله جيده. وصار في عندنا على سبيل المثال حكينا انه في عندنا خلينا نقول جامعات عم تخرج يعني عم تخرج كثير يعني خريجين مؤهلين مختصين نعم. يعني هلا حاليا نحن اعتمادنا كله ايش على خبره الاي تي نعم. طبعا بدمجها مع ايش مع خبره الاقتصاد طبعا هذا اختصاص مستقل بحد ذاته اسمه الانتربرايز ابلكيشن او التطبيقات الاقتصاديه طبعا باستخدام ايش المعلوماتيه. حقيقه بتصور امور ماشيه باتجاه جيد يعني مقبول عندنا بلادنا باتجاه التجاره الالكترونيه. طيب خصائص الايجابيه للتسويق الالكتروني، خلينا نحكي عن خصائصه. اكيد لكل خطوه جديده في الى ايجابيات وفي الى سلبيات، نحكي بدايه عن الخصائص الايجابيه. خصائص ايجابيه حقيقه انا بقدر الخص الخصائص الايجابيه بكلمتين بعدين ممكن نسف فيهم. التجاره الالكترونيه هي بسموه يعني اني تايم افري وير، باي وقت في كل مكان يعني مكان. يعني انا مثلا باي وقت نص الليل مثلا ممكن عين السلعه مثلا بتعجبني واني وير ممكن انا مثلا اشوفها باي مكان ثاني بالعالم. طبعا التجاره الالكترونيه يعني خلينا نقول بتتجاوز الحدود يعني انا ممكن اشوف سلعه باي مكان ثاني بالعالم، خدمه الدليفري تكون متوفره لها يعني. نعم. فمزايا حقيقه كثير ايجابيه. وفي قاعده انا بتذكر هيك الاقتصاديين الالمانيين كانوا يقولوا انه ادير كوند استكونش، يعني الزبون ملك. نعم. فنحن لحقنا زبون لبيته، شفنا قدمنا له السلعه ببيته، قدمنا له سعره، قدمنا له معاينته حقيقه. فحقيقه يعني مجال ايجابي يعني على مبدا مندوب المبيعات خلينا نقول، ولسه اطول يعني مندوب المبيعات بجوز له جوله دوريه اسبوعيه ممكن يجي لعند المتجر، لكن حقيقه لا هذا لحقنا زبون لبيته. نعم. هي في كل وقت لا شك لا نعم. شك. ولكن موضوع الثقه لاي مدى بيلعب دور؟ يعني موضوع الثقه بجوده هاي السلعه وغيرها من القضايا، وقد ايه ممكن انه يكون في شروط لتقبل التجاره الالكترونيه؟ بمعنى اذا كان في شروط مخالفه، مثلا هاي السلعه انا اخذتها بناء على شروط معينه ولما وصلت كان في شروط اخرى، كيف بيتم التعامل مع هيك حاله؟ موضوع الثقه قد ايه بيلعب دور؟ والله هذا سؤالك ترى له شقين. الشق الاول في يعني بتعرفي نحن عندنا هون مديريه التموين في يعني جمعيه حمايه المستهلك او ما بعرف ايه بتصورت اسمها الدقيق يعني في يعني كاني مؤسسه او مكتب حمايه المستهلك. هاد شغلته انه في حال انا مثلا طلبت سلعه وطلعت يعني مخالفه وغير مطابقه للشروط والمواصفات اللي انا مثلا عندي اياها، فهون بيلعب دوره انه بحيث يعني يعزز الثقه بين البائع والمستهلك يعني او الكونسيومر او الكاستمر، يعني تعزز الثقه. هذا شق. الشق الثاني كمان بيوقع على عاتق الشخص اللي عم يسوق الكترونيا انه يسوق حقيقه السلعه وفق المواصفات الحقيقيه. نعم. فنحن لو بدينا بهذا المجال وكانت انطلاقتنا خاطئه فحقيقه راح هذا المجال ما راح يعني ياخذ حقه الطبيعي 100%. نعم. هي بدات هنا حاليا بدات في سوريا، بدات في تجارب خلينا هواء او فرديه نعم. يعني تجارب فرديه ولكن يعني كثير انا مثلا بشوف بوستات بتكون نازله انه ما في ثقه، انه شوفوا انا طلبت هيك واجا هيك. ليش انا بسالك عن موضوع الثقه؟ لانه كثير انه عم نشوف بوستات بتنزل بهيدا المجال انه انا طلبت هيك وكان في هيك، فبنصحكم ما حدا يطلب. هو حقيقة هذا موضوع كثير كبير. من أي ناحية هلا مواقع التسويق الإلكترونية حقيقة بتطرح في شغلة اسمها التقييم، بتلاحظي أحيانا خمس نجمات. نعم. هذول مثلا يعني خمس نجمات، لو أنا اشتريت سلعة مثلا من عند إكس من الناس فبعد ما اشتري السلعة أنا بقيم من خلال الخمس نجمات هذول، بس خمس نجمات يعني خمس نجوم. خمس نجوم يعني هي فهذا حقيقة بيشجع الزباين يعني إنه يشتروا من عندهم. هون يعني موضوع التجاره الالكترونيه، شخص بده يصمم موقع تجاره الكترونيه بده يامن هالمعايير بحيث حقيقه في معايير تدرس اكاديميه لحتى انا ابني ثقه بين البائع والمشتري، البزنس وبين الكاستمر. نعم. من خلال عده معايير. اول معيار مثل ما قلت لك معيار التقييم، خلي زبون يقيم. نعم. فلو حبيت اشتري على فوت ايش على التقييم، هل هذا يا ترى هذا البائع خدمته جيده، هل مطابقه طبعا بالاضافه للكومنت بالاضافه لامور ثانيه. نعم. في كثير نقاط ثانيه على سبيل المثال لو حبيت انا مثلا بيع مثال يعني ولو فني شوية سيارة، فأنا السيارة بدي أعرض ممكن تكون جيم أو لعبة توي يعني. نعم. بحط جنبها مثلا علبة كبريت، فأنا من خلال علبة الكبريت طبعا كلمة علبة الكبريت ستاندرد بالنسبة لنا كلنا هون. نعم. فبعرف أنه حجمها صغير مو عبارة عن سيارة عادية أو كذا. ففي كتير معي حقيقة تدرس يعني لبناء الثقة بين الكاستمر وبين البزنس، وهي تدرس أكاديمية ما قلت لك. وهي حقيقة يعني اعتمادنا هالمعايير هو حقيقة راح يعني يربي او ينمي عندنا موضوع التجاره الالكترونيه ماشيه باتجاه الصحيح ان شاء الله. انواع التجاره الالكترونيه، انواع التجاره الالكترونيه بقدر انا اعطيك مثلا يعني سبعه من انواع، حقيقه هي اكثر من هيك. التجاره الالكترونيه طبعا كل نوع له محدداته له معالمه له خصائصه. في عندي العلاقه الاولى اللي هي حاليا اكثر شيء متوفره بالبلاد بنسميه الكاستمر تو كاستمر
او الكونسومر تو كونسومر الزبون يعني الشخص يعني ما له صفه تاجر يعني بشكل مباشر ما بين الشخص شخص ما له تاجر وشخص ثاني ما له تاجر كمان فعرض سلعه من خلال الانترنت فردية. خدمه فرديه بالضبط انا مثلا عندي مثلا هذا اللابتوب مثلا بدي انا اعرضه للبيع فبنزله من خلال ايش بعض مواقع اللي هو مثل ما تفضلنا من شوي انه انا عرضت هاي السلعه فممكن يجيني كاستمر ثاني مثلا يساومني على الشراء او ممكن بيعوا اياها يعني بدات هلا حاليا بعض منظومات العمل او البزنس انه تعرض ايش سلعه من خلال مواقع التواصل او من خلال التجاره الالكترونيه هذا هو النوع الثاني بنسميه بزنس تو كاستمر انه شركه هلا حاليا عم تبيع من خلال المتاجر بالسوق فنقلت البزنس تبع ايش او العمل تبع او الاعمال تبع الى عالم الانترنت او التسويق الالكتروني صارت تعرض بالتوازي مع السلع الموجوده بشكل فيزيائي في المتجر سلع ايش من خلال ايش الكترونيه حيث هذا هو حاليا الفاكتور بالصور او العامل راح يحدد نجاح المنظومات اللي عندنا موجوده حاليا اذا مشيت العصر واكبت العصر نقلت عمل ايش لاونلاين فحاليا راح تستمر وراح عمل ايش يزدهر في انواع ثانيه على سبيل المثال في البزنس تو بزنس هذا ايش منظومات الاعمال لمنظومات الاعمال هذا حقيقه على مستوى دولي انه شركه بدات مثلا تصدر منتجات لبرا تسوق عالميا خيول فهون بتجيني ايش منظومات الاعمال بنسميها بزنس تو بزنس مثلا منظومه اعمال إيه منظومه اعمال ثانيه وحاليا هذا يعني في كثير تجارب ناجحه جدا في هذا المجال يعني حتى في سوريا يعني انا في شركات خاصه خلينا نقول يعني كانه بلشوا يشتغلوا على هيدا المجال وعندهم موظفين اخصائيين ليكونوا دائما لا شك لا شك في عندهم موظفين منظومات الاعمال مو هيك يعني اجباري بدهم يواكبوا العالم يعني من ناحيه ليش لانه ربط كله صف الكتروني مع منظومات الاعمال الثانيه بالضبط يعني المجال الاقتصادي لانظمه المعلومات التسويق الالكتروني بالنسبه للمجال الاقتصادي انظمه المعلومات لو يعني حابين نحكي بالارقام يعني كمان راح استربي من معلومه انه في شركات اكيد كلياتنا سمعانين فيها مثل شركه الفيسبوك شركه الجوجل شركه الابل شركه الامازون الفيسبوك عندهم ميزانيه تشكل 88% من اكثر من خلينا نقول اكثر من 88% من دول العالم من الدخل المحلي يعني انتاج محلي 88% من دول العالم هالشركات الاربعه المجتمعه تملك اكثر منهم يعني حقيقه ارقام كثير خياليه بالارقام انا ذاكر هيك بعض الارقام انه 554 مليار دولار بشركه يعني البادجت او خلينا نقول يعني ثروه شركه جوجل الشركات الثانيه مثل ابل 529 مليار دولار يعني مبالغ حقيقه لو ما بدي اذكر ارقام الثانيه حقيقه ارقام هائله خياليه فدخولهم بالمجال الاقتصادي يعني قفزات نوعيه والنقطه الثانيه هالشركات هي يعني ما راح اقول انه شركات خلينا نقول تقليديه ظهرت من 200 سنه ولا 300 سنه مثل كثير من الشركات لها تاريخ يعني مثلا لا ظهرت خلال العقدين او ثلاثه الاخيرات نعم مثل ما حكينا ظهرت كثير شركات بنيت اقتصاد كثير ضخم حقيقه الموضوع الثاني موضوع هالشركات هي يعني دخلت من مجال التسويق الالكتروني وبدات بموضوع ايش موضوع كمان الدعايه الالكترونيه بنسميه ادفرتايزمنت تصوري شركه فيسبوك بس فقط من خلال الدعايه والاعلان بعام 2015 حققت حوالي 18 مليار دولار بعام واحد يعني طبعا هذا والشيء المخيف اكثر بهذا الموضوع انه نحن بالعلوم الهندسيه في عندنا احيانا المخطط بيمشي شوي شوي مخطط تصاعد مخطط اسي المخطط الاسي بيكون ماشي شوي يعني بيصعد حقيقه يعني ارقام عم تقفز عنده بشكل كثير كبير حقيقه اذا يعني نحن المفروض هو زياده عدد المستخدمين بشتى انحاء العالم يعني اصبح الانترنت او الولوج الى شبكات الانترنت اصبح بشكل يعني مفاجئ او صاعق في هذه المرحله الاخيره حقيقه يعني وكما ذكرنا انه الطفل اليوم هو عم بيكون عندي هيك بعض الارقام الحقيقه يعني بتعطيني خلينا هيك يعني تصور كيف هي يعني الامور هيك تطورت بشكل سريع ما بعرف لقيتك بعض مواقع انترنت انه 38 سنه لحتى نصف البشريه صار عندها راديو 38 سنه لحتى نصف هي مقارنه بالضبط 13 سنه لحتى نصف البشريه صار عندها تي في تلفزيون اربع سنوات نصف البشريه عندها انترنت واحد الفاكتور لسه المؤثر اكثر انه نحن في عندنا خلينا نقول بالالفيه هي بالالفيه هي 95% من مواليد هي الالفيه طبعا بعد خلينا نقول 2000 الى 95% من مواليد هي الالفيه بيتعاملوا بالانترنت بيشتغلوا بالانترنت بتعرف نحن هلا بتصور حد القراءات بتقول انه فول يعني 70% من البشريه يعني عمره تحت 30 سنه فحقيقه يعني مثل كم الهائل من الناس هو حقيقه هدول بالمستقبل راح يصيروا هن حقيقه العمال هن راح يصيروا يدوروا مديرين لشركات
فحكينا يعني التضخم مستقبلا ما حنعرف وين حيكون مع هذا التطور يعني مع هذا التطور ما حنعرف وين حيوصل. لو نستعرض يعني مع بعض التجارب الناجحة عالميا بهيدا المجال. التجارب كثيرة، راح أطرح على سبيل المثال تجربة في عنا موقع مثل ما ذكرنا من شوي أنواع التجارة الإلكترونية، في عنا أحد الأنواع هو بي تو بي بزنس تو بزنس، إني أنا مثلا محليا عندي منتج شركة عندها فائض بالإنتاج يعني ممكن نصدر لدول تانية، فشركة علي بابا شركة وليدة يعني مانا كتير كبيرة اختصاصها بالبي تو بي، إني من خلال ربط بين منظومات الأعمال مشان إيش الاستيراد والتصدير. طبعا أسس شخص لو حكينا ولو هيك بدايتين يعني عن تاريخه هيك يعني هذا الشخص تقدم ب 16 مره لهجره لحتى يكمل بي اتش دي كاني بجامعه كاليفورنيا او جامعه امريكيه فرفض قبوله ايش بالبي اتش دي، فبعدين فكر قال انا بدي اساوي شركه، هو تشايني الصيني فكر اني انا بدي اساوي شركه تنافس الشركات اللي حكينا عليها شوي المايكروسوفت الامازون الابل الى اخره. نعم. ونجح شركة سماها شركة علي بابا يعني حقيقة طبعا غير علي بابا المعرفون. نعم. شركة علي بابا حققت بال 2016 خلال 24 ساعة نسبة مبيعات 18 بليون. أرقام حقيقة مخيفة يعني. نعم. لأن هو حقيقة عم تربط اقتصاديا بين دولة لدولة تانية يعني. طبعا بعد النجاح الهائل أحد الجامعات طبعا قدم عنده خبرته وأعطته بي اتش دي فخرية دكتورة فخرية طبعا بعد ما رفضته يعني. التجربة الثانية الناجحة طبعا أوسع بكثير هي تجربة شركة جوجل. جوجل أنا حقيقة ما بسميها يعني موقع بحث، أنا بسميه إمبراطورية. جوجل إمباير. جوجل حقيقة هيك راح من خلال مثال بسيط راح أشرح كيف إنه جوجل حقيقة هو راح يكون خلينا نقول مسيطر على التجارات المستقبلية. على سبيل المثال لو حبيت أنا مثلا أشتري لابتوب، فأنا أول خطوة أو كلياتنا بنساوي إنه نروح مثلا موقع جوجل نكتب لابتوب مثلا يطلع لي اللابتوبات مع مواصفاتها مع مواصفات التقنية مقارنة بيناتها إلى آخره. فبجوز نحن ما سألنا نفسنا ليش على سبيل المثال شركة سامسونج جوجل. تطلع لا مو مشكلة ليش انه مثلا جوجل طالعت لي شركة سامسونج بالبداية. نعم. ليش ما طالعت شركة اتش بي؟ نعم. حقيقة لانه سامسونج عم تدفع لجوجل اكثر من الشركات الثانية. حقيقة جوجل متشعبة بكل الشركات العالمية. كل مصنعين الاي تي كل الشركات خلينا نقول بغض النظر عن طبيعة العمل عم تشتغله كل الشركات عم تدفع لجوجل مصاري بحيث نتائج تظهر بالبحث بالنتائج الأولى. نعم. الموضوع تسويقي حقيقة لأنه حقيقة أول ما الشخص ببلش يبحث هو بجوجل يعني بالضبط العالم كله حقيقة يعتمد على جوجل. نعم. ظهرت محركات بحث منافسة حقيقة أنا مشجع الصين بدأوا بمحرك البحث الخاص فيهم مشان إيش مشان يستعمروا من قبل إيش الشركات الثانية. نعم. فجوجل اكتسح السوق بشكل كتير كبير طور خدماته. بذكر أنا هيك بيشتغلنا بزمانه هيك بأحد الشركات بالتسويق الإلكتروني. فجوجل كانت تاخذ على كل كليك من خلالهم انه شخص بحث عنا لقانا نحن بنتائج البحث الاولى فات من خلال جوجل على موقعنا طبعا. نعم. لانه ظهرنا بنتائج البحث دافعين لجوجل. نعم. مشانا على كل كليك من شركه صغيره بسيطه كان ياخذ حوالي 4 5 يو اس دولار بكل. نعم. كليك فالشركات الكبيره ما عندها مشكله مثل ما حكينا اذا رصدت مثلا 10% للدعايه والاعلان من خلال جوجل بالنهايه يعني جوجل حقيقه شعبت مخدماتها سيرفراتها في كل العالم. طورت خدمات كثير كبيره. جوجل عنده برنامج هيك مضحك شوي فاني اسمه جوجل سبايدر. هذا جوجل سبايدر شو بيساوي؟ يوميا مثل عنكبوت بيسحب بيفوت بكل مواقع الويب والهوستينج بيجمع معلوماته بيساوي له كوبي. نعم. يعني على سبيل المثال لو فت انا مثلا لموقع من خلال جوجل بفت له اسرع ما لو فت على الموقع الاساسي لان جوجل هلا شو ساوي؟ سويت نسخ عن المواقع بمخدماتها. نعم. يعني وانا محيت موقعي جوز تم بجوجل. نعم. واضح. طبعا طرحت خدمات تانية على سبيل المثال جوجل مثل اليوتيوب. طبعا اليوتيوب هي حاليا تابعه كمان لجوجل حقيقه. مجال الدعايه والاعلان له دور كتير كبير. اليوتيوب عدد مستخدمينه كتير كبير حتى. نعم. يعني ما بعرف احد الشغلات خلينا الاحصائيات بتقول بحتاج انا 1000 سنه لحتى شاهد الفيديوهات المرفوعه ايش على اليوتيوب حتى سووا بنيه تحتيه كتير قويه لليوتيوب. طورت متصفحات مثل كروم يعني عم تشتغل حقيقة بمجال كتير هائل شركة جوجل بالمنافسة الاقتصادية بالسوق العالمي. نعم. يعني كذلك استعرضنا عدد من التجارب الناجحة ولكن لو أخذنا بعض الأنظمة في التسويق الإلكتروني يعني شركات مختلفة غيرها الدور الذي تلعبه هذه الشركات عالميا ما هو؟ ما بعرف بجوز أنا يعني راح سبق عليك بسؤال شوي يعني أو في عنا هلا حاليا دور كتير كبير حقيقة عم تلعبه مثل ما حكينا بشوي على شركة جوجل. الشركة الثانية هلا الواعدة حقيقة هي إيش؟ هي الفيسبوك. نعم. شركة الفيسبوك
يعني ما بعرف نحن نعرف كاقتصاد يعني لما بدأنا التجارب الأولى البشرية بدأ البشر بمقايضة السلع صح؟ نعم. طحين مقابل قمح أو إلى آخره. تطورت أمه ظهر عندي إيش النقد الذهبي والفضي كويس الكلام. بعدين ظهر عندي النقد الورقي طبعا النقد الورقي كان فيه له رصيد خلينا نقول ذهبي أو كذا إلى آخره. هلا حاليا انتقلنا لتجارة حديثة اسمها تجارة إيش الاجتماعية. حقيقة يعني نقدر نقول هي جيل متقدم من التجارة الإلكترونية بنسميها سوشيال ماركتينج. السوشيال ماركتينج ليش؟ يعني اني انا سوق منتجاتي من خلال ايش التسويق الاجتماعي. مش واحد حكينا نحن بنلحق زبون مو هيك؟ نعم. فحاليا انا زبوني موجود بموقع التواصل الاجتماعي. فالشركات الكبيره فاتت على الفيسبوك انشات الصفحات الخاصه فيها. يعني حقيقه دخلت فيسبوك بالحياه العامه ما دخلت بس بالمجال الاقتصادي، دخلت بالحياه الاجتماعيه مثل ما بنلاحظ يعني دخل بمواقع الاخباريه. نعم. هلا حاليا قبل مثلا على سبيل المثال كلياتنا كنا مثلا نفوت لنشغل التي في او نشغل الراديو لحتى نعرف شو صار. هلا لا نفوت على شبكات ايش؟ احيانا شبكات اخباريه محليه يعني قبل الاذاعه نفسها. لا شك. فحاليا مثل ما قلنا خلينا نقول السياسه يعني مواقع التواصل الاجتماعي فدخلت بحياتنا العامه. وهي موجوده بكل بيت، الفيسبوك حاليا موجود بكل بيت. بالضبط بالضبط. ما بعرف لقيت موضوع كثير هيك يعني يعني مقدار دخلة الفيسبوك بالحياة العامة ما بعرف لقيت معلومة كمان شوية إنه أكثر من نصف البشرية تحت الثلاثين يعني كيف هدول بيفكروا بالسوشيال ميديا بنفسها إيش اللي خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي. إنه السنة الماضية مو بس طبعا التجارة الإلكترونية إنه السنة الماضية إنه واحدة من أصل ست زيجات أو زواج تمت من خلال الفيسبوك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. معلومة تانية انه ثلث عدد النساء بشيك على الفيسبوك اما يروحت على الباثروم على الهية. نعم. شهريا عنده 850 مليون مستخدم جديد للفيسبوك. فحقيقة فات بالحياة بشكل كتير ضخم. يعني حتى الغى العديد من عاداتنا وتقاليدنا اصبح معظمها على الفيسبوك. يعني التهاني التعازي وغيرها من الخطايا الاجتماعية كنا ننسى. حتى خلال الفيسبوك. التغت اليوم حقيقة يعني صح. واصبح الانسان بيقتصر انه التعزية عن طريق رسالة صغيرة على صفحة اللي بيكون نازل علي الخبر فانه بيكتفي بهيدا الموضوع او بالتهنئة او غيرها من القضايا الاخرى او بالمعايدة. يعني اصبح المعايدة. جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوم. لا شك. نعم. لا شك. مثل ما حكينا يعني الحياة الحالية متوجهة باتجاه السوشيال خلينا الاجتماعية. فحقيقة يعني وسيلة ربط تساهل يعني سهلة الوصول بين إيدين كل شخص حتى إيش يتواصل مع الآخرين. مثل ما حكينا من ناحية استقاء المعلومات، مثل ما حكينا من ناحية التجارة. عرفت علي شنو؟ لو فتنا هيك يعني بموضوع التجارة، الفيسبوك مثل ما قلت لك يعني مجال واعد بالتجارة الإلكترونية. وفيسبوك بالنسبة لنا نحن ببلادنا أو عند الجمهور العربي السوري ممكن نستثمره أو نوصفه بمجال التجارة الإلكترونية. ليش؟ لأن بيأمني البنية التحتية لحتى أنا أعرض سلعة. فتعامل معه بسيط. أني مثلا أنا مثلا حط صور على السلعة. نعم. حط صورة انشرها من خلال الفيسبوك من خلال سبيل المثال مجموعة مغلقة. بدأت يعني تجارب نعم وعم تلقى رواج حقيقة. طبعا بدأت يعني حتى لو ما كان التسويق الإلكتروني عم يعني بتم عملية البيع والشراء أو غيرها، ولكن مجرد أنت تعلن عن هاي السلعة عن طريق الفيسبوك عم بيكون في ناس يمكن عم بتعين السلعة عم تتواصل مع البائع. نعم. على شك. حتى إذا كان المحل قريب بتقصد هيدا المحل بس لحتى أنه هي تشوف هاي السلعة أو تحصل عليها. فعمليا يعني عم بيتم وبدأت بسوريا أو خلينا نقول ببلادنا هيدا القصة لحتى نستطيع أنه نحن يعني نكون انطلاقة ناجحة للتسويق الإلكتروني محليا. ما هي المعايير التي يجب أن ننطلق بها في هذه المرحلة؟ والله المعايير يعني متعددة. أحد معايير حكينا عليها مش هو المصداقية حقيقة. إذا ما كان في مصداقية من قبل البزنس تبعنا من خلال البائعين تبعنا فراح يتأثر كتير سلبا هذا المجال اللي هو مجتمعنا بحاجته. يعني مثل ما حكينا يعني من المزايا الإيجابية إنه أني تايم أني وير. شغلة تانية راح يخلق فرص عمل كتير كبيرة من أي ناحية. على سبيل المثال أو أنا عندي مثلا برودكت لكن ما عندي المتجر اللي مثلا على سبيل المثال في السنتر تبع البلد بحيث أنا إني أعرضه. أنا صرت يعني صار عندي وسيلة أني أعرض السلعة من خلالها لكل الناس لشريحة أوسع. فالمصداقية في حال توفر حقيقة هذا المجال راح يزهر عنا. نقاط تانية على سبيل المثال مثل المصداقية نقطة الخصوصية بالتعامل. حقيقة كل شخص عندنا بده يكون في خصوصية بتعامله بشراء للسلعة. هذا الموضوع حقيقة يعني بينقص بعض الأحيان عند بعض التجار عندنا. يعني على سبيل المثال انه اذا بده مثلا يبيع بعض السلع لازم يتم اخفاء انه هي السلعه بيعت للشخص الفلاني. نعم. كل شخص عنده خصوصيته وعنده حياته العامه. نعم.
النقاط الثانية حقيقة لازم يعني نمشي فيها بالتوازي مع التسويق الإلكتروني، هي إيش؟ إيصال السلعة. حقيقة خدمات إيصال عندنا كثير ضعيفة. ضعيفة نعم. حالي. ليش أنا بدي أضطر أنزل على الشركة الآلية أو شركة القنوص؟ طبعا هي الشركات المتوفرة حاليا المفروض أنا الدليفري يجي على بيت أو من البزنس إلى بيت المستهلك يعني. نعم. هي ايش الدليفري، حكينا ايش الدفع الالكتروني مثل ما حكينا، وان شاء الله الايام الجايه هل سنشهد يعني في المرحله القادمه وجود شركات تختص بعمليه التسويق الالكتروني فقط، يعني مثلا كشركه الاتصالات MTN او سيرياتيل، هل سنشهد شركات تختص فقط بمجال التسويق الالكتروني ربما؟ هل هذول الشركات وتلعب هي هذا الدور، يعني الدور الوسيط ما بين المستهلك وما بين المنتج؟ والله هي انا هلا مطرحها، هي تشانس وفرصه لهم انه يستغلوا بهذا المجال يعني. حقيقه لو دخلوا بهذا المجال فهناك ملكوا شغلتين، ملكوا البنيه التحتيه اللي بتبني هذا المجال، وملكوا حقيقه هي الخدمه اللي مثل ما حكينا مش شئنا ام ابينا بتدخل بحياتنا العامه. نعم نعم. هل من خدمات اخرى مرتبطه بمجال التسويق الالكتروني ربما؟ الخدمات حكينا هلا حاليا، انا بالنسبه لنا حقيقه في نقطه من ناحيه في موضوع كثير كمان بيهمنا، موضوع التشريعات. التشريعات نعم. هلا التشريعات بدات بعد 2007 2008 انبثقت من وزاره الاتصالات مجموعه اسمها الهيئه الوطنيه لخدمات الشبكه، بدات بطرح قوانين وتشريعات خاصه بموضوع ايش الامور الالكترونيه. نعم. طبعا الامور الالكترونيه في كثير عوامل ثانيه لازم تاخذ بالحسبان، هي موضوع ايش السكيورتي او الامان السريه. ايه يعني على سبيل المثال هذا موضوع حقيقه كثير حساس. يعني اني مثلا اقدر فوت لبنك بدال مثلا مليون شيل له صفر يصير 100,000 او زود له صفر فراح يخرب بيت البنك، هي الفكره. فموضوع السكيورتي والامان لعبت دور كثير كبير هي الوطنيه لخدمات الشبكه، من حيث وضع قوانين تضبط لي موضوع السرقه مثلا. يعني مثلا انا مثلا بتعرف في شغله اسمها الكراكينج او مثلا الهاكينج او اختراق او فحطت قوانين تضمن هالامور هي، وحتى حطت معايير وضوابط بحيث انه مثلا التشفير والنقل مثلا يصير النقل آمن او مشفر مثلا بين ايش الزبون وبين البائع. وحطت معايير ثاني ايش من اجل موضوع شغله اسمها الدومين او العنوان. نحن نعرف كل موقع الكتروني له دومين، طبعا نحن جمهوريه العربيه السوريه الدومين تبعنا بينتهي بدوت اس واي. نعم خاص بجمهور العربيه كل دوله الى العنوان الخاص فيها. يعني عنوان البريد حقيقه هي عم تنظم هذا الامر. وكمان طرحت خدمه ايش الهوستنج او الاستضافه. انا شخص مثلا بدي اسوي استضافه لمنشاتي التجاريه او الاقتصاديه، فممكن اسوي له هوستنج ايش بالهيئه الوطنيه لخدمات الشبكه. حتى انا ممكن رخص يعني حطت معايير الشركات لازم تمشي عليها بحيث تكون الامور مضبوطه وفق تشريعات وفق قوانين. كانت خطوه كثير ناجحه. حتى انا ممكن على سبيل المثال لو صار تزوير بتوقيع الكتروني موجود بالتشريعات والقوانين. طبعا في كثير محامين حقيقه ما سمعني بهالمجال، لكن حقيقه صار في تشريعات ونقاط بهالموضوع هذا. هالشغلات كلها راح تكون ايش مقومات واسس لحتى نبني عليها تجاره الكترونيه نجحه بالمستقبل. نعم. هل نمتلك كوادر بشريه مؤهله حاليا حضرتك دكتور بالجامعه والله لا لك انا هلا حاليا بالجامعه العربيه الخاصه. حقيقه عندنا جامعات اخرى شبابنا سابقنا حقيقه. يعني حقيقه في عندنا بعض الهواه والشباب اللي حابين اشخاص تتبنوه بهذا المجال لحتى حقيقه يعني الطاقات عند الشباب مبدعين حقيقه مبدعين وعم يشتغلوا. لكن التجارب الفرديه هيك اذا ما يعني جمعت هيك ب خلينا نقول بوتقه واحده يعني مجموعه عمل لحتى يكون نجاح حقيقي وفعلي وارض الواقع يكون يعني يصير نحقق عامل منافسه عامل ايش خلينا نقول الظهور السريع يعني ايش بهالمجال هذا. يعني بشكل تقديري متى سننتقل نحن في سوريا كي نصبح يعني موازين ربما لدول العالم في هذا المجال؟ والله هل لدينا خطوات متفائل أنا. أنا متفائل. ان شاء الله انا متفائل حقيقه بشبابنا وحقيقه فائل بالقفزات النوعيه الحكومه عم تحقق بهذا المجال. يعني حقيقه عم يحاولوا هناك دعم حقيقه دعم نعم. بهالمجال هذا دعم. يعني هل يعني هيك عندي اتصال بشكل دائم مع ايش الاشخاص بيعملوا بيشتغلوا مجال الاتصالات. في تطوير دائم يعني بحيث مد خطوط كابلات ضوئيه جديده. نعم. توسيع محاوله الربط مع العالم الخارجي. لكن مثل ما حكينا حقيقه في نوع من الحظر حاليا الربط الخارجي نعم. للاسف يعني هذا الشيء موجود يعني بتصور الايام الجايه يعني تكون افضل في تسارع حقيقه يعني خلينا التطور مو خطي حقيقه التطور اكثر من خطي. نعم. باتجاه ايش تصير الدوله ايش يعني إلى وسمته وبصمته بهذا المجال. نعم خاصة وأنه يعني المواطن هو يطلب هذه الخدمة حقيقة لأنه نعم. أرخص له حقيقة ممكن. نعم. أنا منزل الكلفة. نعم يعني بدل ما أشتري جوال أنا من متجر فيزيائي خلينا نسميه متجر بحيطانه وسقف ب
بتجير يعني بنسميها كليك وحيطان يعني سبيل المثال. نعم. يعني حتى على مبدأ يعني ناخدها من مبدأ الاتصالات قد ايه كانت غالية اليوم شك. بشكل مجاني فيني أنا أتواصل مع شخص ممكن يكون موجود بأستراليا بألمانيا بغيرها بشكل مجاني وبتكلفة جدا بسيطة فهذا ينعكس على كل شيء. حقيقة أنا بدل مثلا استأجر محل مثلا بمبلغ ضخم بالسوق أنا سلعتي بحطها بمكان وفرت أنا إيش المبلغ بيدفعه للمحل وفرت المبلغ بيدفعه إيش للعامل اللي عندي صفة أنا ما بحتاج حتى عمال زمائني سلع موجودة في مستعمل في عفوا في مخزن ما علي إلا أنا بس إيش أوصل إيش السلعة للشركة اللي بتساوي دليفري من للشخص للزبون. نعم. ختاما كلمة بتحب تقولها بختام هيدا اللقاء دكتور؟ حقيقة مثل ما حكينا التسويق الإلكتروني أنظمة المعلومات هي مجال مؤمل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات حقيقة يعني بأمل بالمستقبل أنه نحن نمشي بهالاتجاه ونطور كفاءاتنا نثقف الجيل الجاي بحيث أنه حقيقة ينافس بالسوق العالمية ينافس محليا بهالمجال هذا. شكرا لك ضيفي الكريم الدكتور المهندس فادي تركاوي عميد كلية الهندسة المعلوماتية بالجامعة العربية الخاصة في حماة. كل شكر لحضورك معنا دكتور. شكرا لك.